بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أبنائي الطلبة، الآن سنقوم بدرس مهم جدا، اللي هو مبرهنة القيم المتوسطة. يعني سميت مبرهنة القيم المتوسطة لأنها هي قيم غير مضبوطة، متوسطة. نبدأ على بركة الله في هذا الدرس، إذا تابعوا جيدا أبنائي. إذا وهذا هو تعريف نظرية قيم متوسطة. إذا F دالة معرفة ومستمرة على مجال، مستمرة يعني هكذا مثلا، يعني لما نرسم لا نرفع القلم، هذا هو يعني مستمرة. أو لو رسمنا هكذا مثلا في هذا المجال من هنا إلى هنا غير مستمرة، فالدالة قال أنها مستمرة من A مثلا إلى B. تابعوا جيدا، سنفهم جيدا هذا الدرس. من أجل كل عدد حقيقي ك محصور بين صور، محصور بين F ل A و F ل B، يوجد على الأقل عدد حقيقي C محصور بين A و B، بحيث F ل C يساوي لنا K. تابعوا أرجوكم، ستفهمون جيد جدا. هنا أبنائي، يعني المقصد من هذه نظرية القيم المتوسطة، تابعوا جيدا ستفهموا جيدا. ها هو من التفسير البياني سنفهم كل شيء. تابعوا، من التفسير ستفهمون كل شيء. قال F دالة معرفة ومستمرة على المجال من A إلى B. ها هو A وها هو B، مستمرة من هنا إلى هنا. يعني المنحنى لو نأتي نبدأ بالرسم لا نرفع القلم هكذا، هذه هي كلمة مستمرة من A إلى B. وليكن C منحنى البياني، هذا هو الذي قمنا برسمه. من أجل كل عدد حقيقي K محصور بين F ل A و F ل B. هذه F ل A هي صورة ماذا؟ صورة ال A، و F ل B هي صورة ال B. ها هي F ل A، لاحظوا لاحظوا ركزوا معي، ها هو A، ها هي F ل A، ها هو B على محور الفواصل، على محور الترتيب صورة F ل B. ركزوا معي، المستقيم دال تضد المعادلة Y يساوي لنا K، Y يساوي لنا K. ها هو أمامكم أبنائي، ها هو، ركزوا، يقطع على الأقل مرة واحدة المنحني C في نقطة. هو لو تلاحظون جيدا كم يقطعهم من مرة، ها هي واحدة، ها هي اثنان، ها هي ثلاثة، في نقطة سي محصورة ما بين ماذا؟ على الأقل قال محصورة ما بين الأ والبي، هنا أ وبي. عندنا كم من فاصلة ظهرت هنا؟ واحد، اثنان، ثلاثة. بالنسبة للشكل المقابل دالتا يقطع محور، يقطع سي في ثلاث نقاط فواصلها سي واحد، سي اثنان، سي ثلاثة. هذا هو المقصد من تعريف هذا F ل A و F ل B. يوجد على الأقل سي، ها هو سي، حيث ماذا؟ لاحظوا، حيث هنا إذا قلنا هنا كم نقول F ل C يساوي ماذا؟ يساوي K F. لاحظوا ها هي السي هكذا، هنا كم تعطيك؟ صورتها هي F ل C، و F ل C كم؟ ها هي الكا بكل بساطة. هنا صورة ال A ما هي؟ هي F ل A. صورة ال B هي F ل B. صورة C مثلا في هذا المثال هي ماذا؟ هي F ل C، و F ل C نفسها ماذا؟ هي الكا. ها هو التعريف، هذا هو الأصل في نظرية القيم المتوسطة. إذا ها هو تعريفها. تابعوا جيدا أبنائي، حالة خاصة، عندنا بعض الحالات الخاصة. إذا كانت الدالة F مستمرة على مجال A و B، ها هو A مستمرة بين من هنا إلى هنا، لاحظوا ها هي مستمرة أمامكم، يعني لا يرفع القلم لغاية من هذا المكان، هي مستمرة
من هنا إلى غاية هنا. ركزوا. وإذا كان F لـ A، F لـ A، تابعوا جيدا، ها هي F لـ A، في F لـ B، F لـ B، تابعوا أرجوكم، الـB ها هي، إذن هذه B، هذه F، F لـ B. كانت أقل من الصفر، لماذا؟ أن هذا قيمته كم؟ سالبة، وهذا قيمته كم؟ موجبة، أن يقع فوق محور فواصل. العدد صفر محصور ما بين ماذا؟ العدد صفر، لاحظوا ها هو الصفر أمامكم، محصور ما بين ماذا؟ محصور ما بين هذا المكان وهذا المكان، محصور ما بين الصور، صور الأ والب. فإنه يوجد على الأقل عدد حقي سي محصور ما بين الأ والب، ها هو المكان، ها هو السي محصور ما بين هذا وهذا، بين بحيث اف لي سي، هذه حالة خاصة، اف لي سي يساوينا الصفر، لماذا؟ لأن ها هنا هذا محور فواصل، فالصور على محور الفواصل كيف تكون يا أبنائي؟ أي صورة تقع على محور الفواصل تكون F لـ C يساوي صفر، أي صورة على محور الفواصل تكون صفر، أي أن F تنعدم على الأقل مرة واحدة في المجال، ماذا؟ أي مجال؟ في المجال من A إلى غاية B، ها هي أمامكم هنا C، يعني تصبح F لـ C يساوي صفر، لأن هنا في هذه الحالة، هنا قلنا نحن في الحالة العامة F لي يساوينا K، إلا أنه في الحالة هذه الK كم يكون؟ يكون يساوي الصفر. وهذا ماذا تمثل هذه القاعدة؟ F لي C يساوي الصفر، يعني المنحني يقطع محور الفواصل في نقطة هي C، في نقطة محور المنحني يقطع محور الفواصل في نقطة تسمى C، هكذا. نأتي الآن إلى حل المعادلة من هذا الشكل، F لـ X يساوينا K، F لـ X يساوينا K، تابعوا أرجوكم. إذا كانت F دالة معرفة ومستمرة على المجال A و B، فإنه من أجل كل عدد حقيقي K محصور ما بين F لـ A و F لـ B، حيث ماذا؟ F لـ X يساوينا، F لـ X يساوينا K، تقبل على الأقل حلا C محصور ما بين A و B، مثل ما تحدثنا على هذا الأمر هنا أو في هذا المكان الذي تحدثنا فيه، هنا هذا الأمر الذي تحدثنا فيه، هنا يمكن أن نقول F لـ X يساوينا K، لأن هذا هو محور، ها هو محور الترتيب، هو دائما يمثل محور الترتيب كأنما F لـ X، هذا X وهذا F لـ X، فF لـ X هنا كم قيمته؟ هنا F لـ X كم؟ يساوي F لـ B، هنا F لـ X كم؟ F لـ A، هنا F لـ X كم يساوي؟ K، يعني F لـ X يساوي لنا K، اللي هو تقاطع المستقيم Y يساوي لنا K مع المنحني، تابعوا أرجوكم. إذا ماذا تقول القاعدة؟ إذا F معرفة، إنه من أجل كل عدد حقيقي K محصور بين، ها هي القاعدة، تقبل على الأقل حل، نفس الشيء مثل ما قلنا، حيث F لـ C يساوي لنا K. ملاحظة، مبرهنة القيم المتوسطة تؤكد فقط وجود حل، ركزوا معي، نظرية القيم المتوسطة لا تظهر الحلول أبدا، إنما تبرهن لك أنه يوجد حل فقط، أما كيفية إيجاد تلك الحل فهي قيم مقربة، لا فيتم باتباع خوارزمية مختلفة، يعني طرق مختلفة جدا لإيجاد الحل، أما في الأصل هي تبرهن فقط، هي تبرهن وجود أو تؤكد وجود. كيف يأتي السؤال؟ يقول بين أن
المعادلة f لإكس يساوينا مثلا صفر تساوينا خمسة تساوي عشرة تقبل حلا في المجال فقط، لا يقول لك أوجد تلك الحل. إذا سنكمل هنا مثال لتكن الدالة f المعرفة على r بالعبارة f دالة كثير حدود فهي إذا مستمرة على r، ولدينا ركزوا معي دالة كثير الحدود قلنا على في الدرس الذي قبل قلنا كل دالة من كثير الحدود فهي مستمرة على r، ولدينا ماذا f لي ماذا f لي صفر، كم تعطي لنا؟ تعطي لنا ناقص واحد، عوضوا هنا بالصفر تعطيكم كم؟ ناقص واحد. و f لماذا؟ و f لواحد كم؟ أعوض هنا بالواحد تعطينا واحد. العدد صفر، ركزوا جيدا، العدد هذا الصفر فهو لاحظوا f لصفر في f لواحد هذه قيمة كما كيف هي؟ سالبة، وهذه قيمة موجبة فهي أقل من الصفر، فهي أقل من الصفر. ركزوا معي، أو ماذا؟ أو الصفر ينتمي إلى ماذا؟ إلى f لي صفر و f لي واحد، لاحظوا ها هو ينتمي إلى الصور، يعني ها هي الصورة الأولى وهي الصورة الثانية، الصفر جاء بينهم، يعني هنا ينتمي في هذا المجال اللي هو من هنا ناقص واحد ومن هنا واحد، ها هو الصفر ينتمي، ركزوا معي فقط، محصور يعني حسب مراهنة القيم المتوسطة المعادلة f لإكس تقبل حلا على الأقل حلا محصور ما بين الصفر والواحد، ها هي نظرية القيم المتوسطة كذلك تحققت هنا. عندنا كذلك تمرين محلول، من التمرين يعني تلاحظ تتعلمون كل شيء. قال برهن باستعمال مراهنة القيم المتوسطة أن المعادلة هذه تقبل حلا على الأقل في المجال، ركزوا معي بكل بساطة، الأمر بسيط. عندنا هنا طرق لفعل ذلك، طريقة لإثبات وجود حلول معادلة في المجال A و B اللي هو ها هو المجال باستعمال مراهنة القيم المتوسطة، نتبع الخطوة التالية. الأول نكتب المعادلة على الشكل f لإكس يساوي لنا k، f لإكس يساوي لنا k، يعني يمكن أن نكتبها هكذا f لإكس يساوي لنا ماذا؟ ها هو الـ k يساوي لنا ناقص 2. نتحقق من استمرارية الدالة f على المجال، ما هي الدالة هنا؟ ها هي الدالة اللي هي f لإكس يساوي لنا كم؟ إكس قوة ثلاثة ناقص اثنان إكس، هذه الدالة مستمرة على r، بما أنها مستمرة على r فهي مستمرة على المجال من ناقص واحد على من ناقص واحد إلى الاثنان. ثم نتحقق من أن العدد k محصور ما بين f لـ a و f لـ b، ما معناه؟ معناه أبنائي نأتي بـ f لـ نعوض هنا بالناقص اثنان تعطي لكم كم؟ لاحظوا جيدا، يعني الأمر بسيط، ها هو الحل يعني حتى نربح الوقت. لاحظوا يمكن كتابة كما تلاحظون كما تتحدثت، حيث f دالة معرفة على r، يمكن اختيار كتابة أخرى، يعني هناك عدة كتابات، أنا اخترت هذه العبارة، الدالة f كثيرة حدود بالتالي فهي مستمرة على r من المجال. عندنا سنقوم بحساب صور المجال هنا، يعني نحسب بالناقص اثنان، لاحظوا لما عوضنا في الدالة بناقص اثنان ماذا وجدنا؟ ولما عوضنا بالواحد ماذا وجدنا؟ كما نلاحظ أن العدد ناقص اثنان محصور بكل بساطة، يعني هذا العدد الكا اللي هو كم؟ ناقص اثنان محصور بين صور المجال اللي هي ماذا؟ ناقص أربعة وناقص واحد، هكذا. حسب مراهنة القيم المتوسطة، فإن هذه المعادلة تقبل على الأقل حلا وحيدا. يمكن مراقبة النتيجة باستعمال الحاسب البياني، يعني لو رسمنا، يعني لو نرسم تلك المنحنى نجد هذا الكلام أنه صحيح. حسب مراهنة، فإنك لاحظ ها هو المنحنى، ها هو إيكغيك يساوي لنا اثنان، مستقيم إيكغيك يساوي لنا كم؟ عفوا هذا إكس، ها هو إيكغيك، هنا هذا محور الفواصل محور التراتيب، ها هو إيكغيك يساوي لنا ناقص اثنان، ركزوا معي،
إجراك يساوي ن ناقص 2 يقطع مع المنحني كم في نقطتين، ها هو أمامكم. ثم ملاحظة تقاطعهما، يعني بكل بساطة أولا حتى نلخص نظرية قيم متوسطة في هذه الحالة، يجب أن تكون تلك الدالة في هذا المجال مستمرة، واحسبوا صور المجال اللي هي اف لي ناقص 2 واف لي 1، وجدنا واحد فيهم ناقص 4 والآخر وجدناه كم ناقص 1، فالناقص 2 يا أبنائي ينتمي إلى هذا المجال حسب مبرهنة القيم المتوسطة، فإن المعادلة اف لي اكس يساوي نك تقبل حلا على الأقل في المجال من ناقص 4 إلى في المجال ناقص 2 إلى 1 بأبسط الطرق. نأتي الآن إلى هذا مثال قوموا بحله، استعملوا نفس القاعدة. عندنا الدولة المستمرة والرتيبة، لاحظوا ماذا زدنا، زدنا كلمة الرتابة. كلمة الرتابة يا أبنائي يعني يا إما متزايدة أو متناقصة، هذا هو الأصل، يعني متزايدة أو متناقصة، يعني يا إما هكذا يا إما هكذا في تلك المجال أ ب. لاحظوا سنشرح هذا الأمر بطريقة، لاحظوا نقول إذا كانت الدالة F مستمرة ورتيبة على المجال أ و ب، فإن من أجل كل عدد حقيقي ك، هذا عدد محصور ما بين الصور، دائما قلت كل دائما نتحدث عن الصور الدالة المجال، فالمعادلة اف لي اكس تساوي ك تقبل حلا واحدا. لاحظوا بين هذه الجمل هنا تقبل حلا على الأقل، أما في الدرس هذا فتقبل حلا واحدا، يعني تلك لو جاء هذا المنحني مثلا هذا المنحني وعندنا هذا مستقيم فيقطعه مرة واحدة فقط، يقطعه مرة واحدة. فهنا ماذا يمكن أن نقول، نقول مثلا في هذه الحالة بما أن الدالة مستمرة ومتزايدة على المجال مثلا من ناقص ما لا نهاية إلى زائد ما لا نهاية، لاحظوا متزايدة ومستمرة، وعندنا ماذا والكا ينتمي من ناقص ما لا نهاية إلى زائد ما لا نهاية، فحسب مبرهنة القيم المتوسطة فإن يوجد حل وحيد محصور ما بين في هذا المجال، هكذا عملية البرهان. ملاحظة تابعوا، عندنا إذا كانت الدالة F مستمرة ورتيبة يعني متزايدة تماما أو متناقصة تماما، يعني الرتابة هي التزايدية التامة أو متناقصة تماما في المجال أ و ب، فإن جدول تغيراتهما يأخذ الشكلين التالي، يعني كلمة متزايدة لاحظوا كيف يكون، يكون هكذا من أ إلى ب، أو متناقصة يكون هكذا لاحظوا، وتلك الكا يكون هنا يقابله إكس صفر، وهنا هنا الدالة مستمرة ومتزايدة، وهنا الدالة مستمرة ومتناقصة. كذلك عندنا أمر آخر تابعوا، من أجل كل عدد حقيقي إكس محصور كا محصور بين إف لي أ وإف لي ب، المعادلة إف لي إكس قلنا تقبل حلا واحدا، إكس صفر يكون محصور ما بين الأ والب مثل ما قلت بالشرح. هنا الدالة هنا كيف هي، متزايدة في المجال أ و ب ومستمرة، فإن اف لي اكس صفر يساوي ك، هذه يعني تقبل المعادلة اف لي اكس تساوي ك تقبل حلا واحدا محصور. ملاحظة تقبل تقبل المبرهنة السابقة عدة تمديدات في حالة اف مستمرة ورتيبة مجال اي ومفتوح الجهتين. تذكر الأسهم المائلة تغيرت تترجم استمرارية ولا تتبدل، يعني هذا يقصد بهذا السهم أو هذا السهم. مثال لاحظوا إلى أمثلة التي نريد أن نشرحها، لاحظوا أبنائي لتكن الدالة F المعرفة على هذا المجال، ها هي عبارتها، الدالة F مستمرة ومتزايدة تماما على المجال هذا، ولدينا ليميت، لاحظوا ليميت عند ناقص 1 كم هي زائد ما لا نهاية، وعند زائد ما لا نهاية كم صفر،
إذا من أجل كل عدد حقيقي فإن ماذا؟ f المعادلة f ل x تساوي كتقبل حلا وحيدا. لماذا يا أبنائي؟ لأن لاحظوا كم ليميت الأولى كم زائد من النهاية، وليميت الثانية كم صفر. لاحظوا هذه تعطيكم، هذه أعطيت لنا الصفر، وهذه أعطيت لنا ماذا؟ زائد من، يعني هكذا كأنما ك ينتمي إلى هذا المجال. حسب مرات قيم متوسطة فإن يوجد حل وحيد اللي هو إكس صفر ينتمي إلى هذا المجال فقط. عندنا كذلك تمرين محلول، لاحظوا نعتبر الدالة المعرفة، هي عبارتها احسب f فتحة لإكس ثم شكل جدول تغيراتها. السؤال الذي يتعلق بنظر القيمة المتوسطة بين أن f لإكس تساوي 8 تقبل حلا واحدا في هذا المجال. بكل بساطة بما أن قال احسب المشتقات، تعرفون أن لما نحسب المشتقات تصبح f فتحة لإكس يساوي لنا كم؟ 6x مربع زائد 4x ناقص 12. هنا نحسب بالدالتا ونقوم بعملية التحليل. إذا لاحظوا جيدا، لاحظوا أبنائي، يعني يريد أن ندرس الدالة مباشرة. إذا هنا من أجل كل عدد المشتقة أعطيت لنا هذه تنعدم عند هنا عند ماذا؟ عند الناقص 2، وهنا عند الواحد، ها هو الناقص 2 وهو الواحد، معادلة من الدرجة الثانية، الآها هو 6، هنا زائد ناقص زائد، هنا تعادم المشتقة. ركزوا فقط، تصبح مثل ما تلاحظون أنا هنا هكذا ثم هكذا ثم هكذا. المجال هو من هذا المكان إلى هذا المكان. قمنا بحساب f لي ناقص 4 أعطيت لنا هذه القيمة، f لي ناقص 2 أعطيت لنا 21، f لي 1 ناقص 6، و f لي 3 6 و 4. هذا جدول التغيرات. ثم السؤال الذي بعده قال بين أنه من أجل كل f لي x تساوي 8 تقبل حلا واحدا في المجال من هنا إلى هنا، اللي هي من ناقص 2 إلى ماذا؟ إلى غاية الواحد، يعني من هذا المكان إلى هذا المكان فقط. كيف نقول الدالة كيف هي في هذا المجال؟ ركزوا، تناقصة، ها هي. نقول بما أن، أنا أجيب عن هذا السؤال، بما أن الدالة f متناقصة وماذا؟ ومستمرة على المجال من ناقص 2 إلى الواحد هكذا، فهي متناقصة وماذا؟ ومستمرة وماذا؟ و f لي ناقص 2 كم أعطيت لنا؟ 21، و f لي 1 كم أعطيت لنا؟ ناقص 6. ركزوا، ها ماذا يمكن أن نقول على الثمانية؟ الثمانية تنتمي إلى، نقول الثمانية تنتمي إلى ماذا؟ إلى ناقص 6 وواحد وعشرون، لأن المجال هكذا. إذن كيف تنتمي إلى هذا المجال؟ المجال مغلق، لاحظوا لأن هذا المجال كان مغلق أنتم قوموا بغلقه. لاحظوا الثمانية تنتمي في هذا المجال، ها هي الثمانية يمكن أن تنتمي هنا، يعني f في x تساوي 8 حسب مبرهنة القيم المتوسطة. نقول هكذا، هذه الكتابة التي أكتبها، حسب مرة قيم متوسطة فإن المعادلة f لx تساوي 8 تقبل حلا وحيدا نسميه ألفا، حيث ألفا يا أبنائي محصور ما بين ماذا؟ محصور ما بين الواحد والناقص 2. إذن هكذا الاستمرارية زائد صور المجال ينتمي تلك العدد إليها فقط بهذه البساطة. نأتي الآن إلى هذا التمرين، إن نفس الشيء قال أحسب وشكل جدول التغيرات بين أن تقبل نظرية قيمة متوسطة، عين الأصل هنا عين حصرا للعدد ألفا طول المجال 0.5 ثم استنتج. هنا أين التمرين؟ لاحظوا جيدا، إشارة، يعني هنا قمنا بعملية الاشتقاق
ثم شك نجدول تغيرت بأمر عادي لأن المشتقة أصبحت تنعدم عند الصفر والأربعة. هنا زائد ناقص زائد معناه متزايدة متناقصة متزايدة. شكلنا جدول التغيرات كذلك ها هو أمامكم، يعني ركزوا مع أبنائي حتى تعلموا هذا الشيء. نظرة قيمة متوسطة في المجال هذا، المجال هذا يا أبنائي أين هو؟ هو ها هو واحد وها هو اثنان. هنا الدالة كيف هي؟ متناقصة ومستمرة على هذا المجال الذي تلاحظه الصغير جدا الذي يظهر هنا. وماذا ونقوم بحساب اف لي واحد كم وجدنا في الدالة؟ وجدنا هذا موجب، اف لي اثنان وجدناه ناقص تسعة. لاحظوا جيدا، فإن الصفر ينتمي إلى صور المجال اللي هي ماذا؟ ناقص تسعة وماذا؟ والاثنان. حسب مباراة القيمة المتوسطة فإن المعادلة تقبل حلا وحيدا محصور ما بين هذا المجال بكل بساطة. الآن الأمر الذي جاء جديد في التمرين هو تعيين الحصر. تابعوا جيدا، تعيين حصرا للعدد ألفا. هنا كيف نفعل يا أبنائي؟ الألفا هو محصور في الأول حسب النظرة المتوسطة، فإنه محصور ما بين ماذا؟ يعني محصور هكذا، محصور ما بين الاثنان والواحد. بكل بساطة كيف نفعل؟ نجمع هذا زائد هذا ونقسمه على اثنان. ها قد جمعته، كم نجد؟ نجد ثلاثة على اثنان. نأتي بهذه الثلاثة على اثنان ونعوض قيمتها في الدالة، في الدالة التي ها هي عندنا. ركزوا معي هنا، نعوض هنا ب اف لثلاثة على اثنان. لاحظوا ماذا نجد؟ وجدنا هذه القيمة، هذه قيمة كيف هي؟ سالبة. وماذا؟ وآف هذه كيف هي؟ سالبة. إذا السالب لا يهتم بالسالب، فالسالب هذا يبحث عن عدد موجب. ها هو. لماذا يا أبنائي؟ ربما يقول أحدكم كيف يا أستاذ لم نفهم؟ لأن السالب 3.125 هذا سالب. نظرية قيمة متوسطة في حالة الصفر يجب أن يكون واحد سالب وواحد موجب في الصفر. لما تكون تساوي الصفر مثل هذا المثال يجب أحد أن يكون موجب والآخر سالب. هنا هذا سالب، إذا لا نحتاج إليه لأن هذا سالب، لأن السالب والسالب لا يوجد بينهما الصفر. سالب موجب يوجد الصفر، إذا يوجد ناخذ هذا مع هذا وتكون لاحظوا ها هي كما شرحت. نستنتج ألفا كيف من ماذا؟ لأنه هو قال يكون صغير جدا. لاحظوا الألفا أين ظهر؟ ها هو الألفا، لأن ثلاثة على اثنين واحد ونصف. ها هو الحصر. تابعوا ركزوا معي، أعيد الشرح. قلت اف لي واحد أعطيت لنا اثنان، اف لثلاثة على اثنان لأن قمنا بجمع هذا مع هذا وقسمته على اثنان أعطينا ناقص 3.125. وعندنا اف لي اثنان أعطيت لنا ناقص تسعة. هذا سالب لا يمكن أن ندخله مع السالب لأن السالب مع السالب لا يوجد صفر بينهم. هذا موجب وهذا سالب، فالصفر أكيد يوجد بين السالب والموجب. إذا نأخذ هذا المجال فقط، نأخذ هذا المجال نستنتج. إذا والآن استنتاج إشارة اف لي اكس. بكل بساطة إشارة اف لي اكس إذا كان نحن نتحدث عن الواحد والاثنان فقط، الواحد والاثنان هذا ركزوا فقط من جدول التغيرات سأبرز لكم هذا الكلام. هنا الألفا، هنا تكون صفر. هذه القيم كيف تكون؟ أكيد تكون سالبة. وهذه كيف تكون؟ تكون موجبة لأنها هو صفر، الذي فوق الصفر موجب والذي يكون تحت الصفر سالب. إذن هذا هو الذي نتج هنا فقط، ها هو الألفا. القيم التي تكون فوقه لأننا نتحدث عن أفلي إكس موجبة، هذه سالبة.
نحن نتحدث قلت عن اف لاكس يا ابنائي. ها هو الاف لاكس، ها هو الاف لاكس يساوي صفر. الذي فوق الصفر موجب والذي تحت الصفر سالب. هكذا نظرية قيم متوسطة تحدثنا عليها في الحالة العامة. وإليكم هذا المثال، قوموا بحله بنفس الطريقة يا أبنائي، يعني هو مثال بسيط. أو إليكم ها هو الحل، أكشف لكم الحل وأنتم يعني قوموا وحاولوا بفهمه بطريقة بسيطة جدا فقط. ها هو نفس الشيء، ندرس درسنا الدالة، وجدناها أنها متزايدة حسب ما وقال لي أحسب كذا، حسبت هذا وحسبت هذا، استنتج. إذا وجدت واحد فيهم ها هو قيمته، والآخر ها هو قيمته، واحد أكبر من الخمسة والآخر أصغر من الخمسة. الدالة متزايدة ومستمرة على المجال الذي أعطي لنا، والخمسة محصور بين صور المجال، يعني محصور ما بين هنا وهنا. حسب نظرية قيم متوسطة فإن المعادلة f ليس تساوي خمسة تقبل حلا وحيدا ألفا محصور ما بين الأربعة والخمسة. هذه هي نظرية قيم متوسطة، يعني في الحالة العامة. يعني أولا المجال الذي يعطى لكم هذا يجب أن تكون الدالة متزايدة أو متناقصة، وقوموا بحساب صور المجال، يعني هذا عوضه هنا وهذا عوضه هنا. يجب عليكم أن يكون هذا العدد محتوى في الصور، محتوى بين الصفر، بين اف لي 3 و اف لي 4. هكذا تجده هنا فقط. حسب مرات قيمة متوسطة فإن اف لي اكس تساوي 5، ومع الصفر حالة استثنائية، يجب أن تجد من سالب واحد موجب، لأن الصفر فقط صفر، لأن أنت لو مررت من سالب إلى موجب أكيد ستمر على الصفر، أما الخمسة والستة والعشرة لا. هكذا، وجزاكم الله خيرا أبنائي على متابعتنا، وزوروا موقعنا الموجود أسفل الفيديو ليصلكم جديدنا باستمرار، وشكرا.